إنا لله وإنا إليه راجعون من قلب مقبرة الرحمة. كنقول لكم أجواء دفن الفقيد والمرحوم محمود الإدريسي، تغمده الله بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هم السابقون ونحن اللاحقون، هم السابقون ونحن اللاحقون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمشاهدينا الكرام، اليوم ومن قلب مقبرة الرحمة، كتعرف الآن مراسيم دفن الفقيد والفنان الكبير قيدوم الأغنية المغربية، الفنان اللي أعطى الكثير للفن المغربي، الفنان القدير، الفنان اللي لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي هذه اللحظة يتم نقل جثمان الفقيد محمود الإدريسي الذي أعطى الكثير لأغنية المغربية. شكون فينا ينسى أغنية محال ينساك البال؟ شكون اللي غادي ينسى أغنية ساعة سعيدة وبزاف ديال الأعمال اللي تظل من الخالدات؟ فنان اللي كان كيشتغل في الظل، كان ما كيبغيش البهرجة، كان ما كيبغيش الأضواء أكثر ما كان يبغي الفن ديالو. إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاؤنا واحد للكبير والصغير. كل شيء ضعف الفن محمود الإدريسي، لأنه هي خسارة كبيرة للفن المغربي. الكبار نفقدهم واحد تلو الآخر. إنا لله وإنا راجعون، قضاء الله والموت علينا حق، الموت علينا حق، الموت علينا حق. إذا لالا اليوم انت كترافقي الزوج ديالك للخبراء. معنا الزوجة ديال السي محمود الإدريسي، عزاؤنا واحد وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم انت كترافقي الزوج ديالك المتواه الأخير، شنو تبغي تقولي؟ من الله الله يكرم هذاك، مشى للجنة حال عيني، هذاك ولي الله مشى للجنة، يعني متواه المتواه الأخير. شن حل رجل فات طيب وبفاتح فاتح في آخر لحظات ديالو، حنا انا هو اللي وصلك للروضه، هو اللي وصلك وجمع لك البالج، وانت اليوم معاه في الروضه. كنت كتوقعي غادي يموت لانه انت مولفه يمرض؟ كيفاش مولفه انه يمرض؟ ما توقعتيش هذه المره غتكون؟ ما توقعتش معايا مريض، هذه 20 عام ما توقعتش. صدمني فرقني ما بقات عندي قالت لي شي حاجه. الله يرحمه ويسعد عليه، الله يرحمه. فات طيب وفات طيب، كان ونيع من الاخلاق، كان يعطى، كان كيبغي الفن ديالو ياك لالا. كلشي هرم ضاع لينا هرم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فصحيح ان الزوجه ديالي اليوم متاثره وكتاكد انه فقدات رفيق الدرب ديالها. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فكما كتشوفوا في هذا الأثناء، لا حول ولا قوة إلا العظيم، لا حول ولا قوة إلا العظيم. فك الزوجة كتكلم ويا منهارة لأن فقدات رفيق الدرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. غمض الله الفقيد بواسع رحمته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا الأثناء المرحوم محمود الإدريسي كيتوجه
المتوى الاخير اللي كنا غادي نمشيو ليه الله يرحمه والله يوسع عليه والله يجعل قبره روضه من رياض الجنه يا ارحم الراحمين. وفي هذا اليوم الجمعه فنان كبير اللي ضاع فيه المشهد الاعلامي المغربي فنان عطاء الكثير للاغنيه المغربيه والفن المغربي. انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون. دعواتكم معاه بالرحمة والمغفرة تغمده الله بواسع رحمته. الله يتبتو عن سؤال الملكين يا أرحم الراحمين. فما كتشوفوا هذا الإبن ديالو اليوم في لحظة تأثر وهو كرافق أب ديالو المتواه الأخير. لحظة صعيبة لحظة صعيبة أنك تودع الأب ديالك المتوى الأخير، ولكن القدر والموت علينا حق. الموت علينا حق. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. فكما كتشوفوا هذا الموكب الجنائي وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي كيقولوا علاش ما داوش للدار لأنه توفى بكورونا وهذا أمر طبيعي. الله يرحمه يا ربي واغفر له. أشوفوا معنا كيفاش الصدمة ديال العائلة ديال الأب ديال الأجواء اللي فيها ألم وحزن ونعذروهم لأنه ما سهلاش أنك تودع الأب ديالك جراء هاد الفيروس اللعين اللي خطف منا أحبابنا وأهلنا. رحمة الله على موتنا وموت المسلمين. وداعا صاحب طرب الجميل رحمة الله عليك. اللهم ارحمنا به مؤمنين يا أرحم الراحمين. الله يرحمه لكم فاش يحلمناتو مع الصديقين والشهداء. مات يوم الخميس والخميس ترفع الأعمال إلى الله. واليوم الجمعة والدفن في هذا الجو الماطر الحمد لله. الله يتبتو عند السؤال الله يتبتو عند السؤال. وكيتشوفوا هذا الإبن ديالو متأثر هو تاب في الموكب الجنائي الخاص بالأب ديالو اللي ما تخيلوش كمية الألم والحزن اللي كانت في عينيه. هو دخل شافو في لاموغ ما
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا راجعون. الله يرحمه ويشكر كل شيء حلمناه مع الصديقين والشهداء. يا ربي هو يوم الخميس توفى، ويوم الخميس ترفع الاعمال ويدفن يوم الجمعه، يوم عزيز عند الله في باب التواب. فالله يتوب علينا كاملين، الله يجعله من اهل الجنه مع الصديقين والشهداء يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم الراحمين. اللهم فرع وثمر هذه الجنه يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. هم السابقون ونحن اللاحقون. هم السابقون ونحن اللاحقون. وانا اليه راجعون. اللهم ارحم كلهم في شي حاجه الناجح. الله يرحم المسكين، الله يجعله في أهل الجنة. الآن حنا كنرافق الموكب الجنائزي الخاص بالفنان الكبير وقيدوم الأغنية المغربية الفنان محمود الإدريسي، تغمده الله بواسع رحمته. العائلة ما صبرات على فراق الأب ديالهم، كما كتشوفوا معايا الأبناء ديالو. تدفن يوم الجمعة يوم كبير عند الله، والدفن في هذا الجو الماطر في هذه بشائر الخير. والحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا الله على الفقير. إنا لله وإنا إليه راجعون. لحظات كنقربوا للقبر الخاص بالفنان الكبير محمود الإدريسي، تغمده الله بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون. هم السابقون ونحن اللاحقون.
توفى يوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال لله سبحانه وتعالى ويدفن يوم الجمعة يوم كبير عند الله. وفي هذا الجو الماطر أكيد هذو بشائر الخير. إن لله وإنا إليه راجعون. تغمد الله الفقير بواسع رحمتي. مشاهدينا الكرام أكيد تغطيتنا مازال متواصلة، بقوا معنا. شكرا لكم وعزاؤنا واحد.